مباشرة سامي بن سلامة. سي سامي أهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا على الحضور معنا. سي سامي بن سلامة، ما زلت عضو هيئة الانتخابات هكا تقول في تدوينتك اللي الحقيقة نحب نفهم تفاصيل ما يحدث ووضعيتك دايوغ. هو في الحقيقة بما أنه مر البارح عام كامل على منعي من دخول مقرات الهيئة بطريقة تعسفية وخارج القانون، فأني حبيت نذكر الرأي العام اللي عنا هيئة تخرق بصفة مستمرة في قوانين الجمهورية، وما لقاتش كوني وقفها عند حتى نظرا للظروف الاستثنائية اللي تعيشها البلاد. الوضعية متاعي أنا قانونيا ما زلت عضو هيئة لأنه تم تعييني بأمر من رئيس الجمهورية. أي مسؤول في الدولة يتم تعيينه بأمر، ما ينجم يتم إعفائه كان بأمر وفقا لمبدأ توازي الصياغ والإجراءات باراليليزم دي فورم. اللي صار أنه في 25 أوت 2022 خذوا قرار في مجلس الهيئة باعتباري متخلف متغيب، يعني ما حضرتش ثلاثة مرات متتالية. اي ما حضرتش ثلاثة مرات وفق ما ينص عليه القانون بتاع الهيئة، لكن هما كانوا خذوا قرار بمنع من دخول قصر المؤتمرات وجميع مقرات الهيئة ومنعوني بقوات وزارة الداخلية مسلحة، ومش وقف لي عساس قدام باب وسكر الباب، وأعنوا أنهم ما همش يسمحوا لي باش ندخل. كان تذكروا تصريح يظلي عندك انت تصريح مير جديدي، نعم، اللي قال سامي بن سلامة لن يعود لهيئة الانتخابات، ورانا حضرنا خطة باية كان رئيس الجمهورية رفض الإعفاء بناء على الفصل 15 وهو كذلك. تذكروا اليوم عملوا مطلب إعفاء، كما عملوا المطلب الجديدي في 55 تهمة، والتهم هذه الكل تم رفعها لرئيس الجمهورية، وتعرفوا فما فيهم بعض التهم مضحكة. لكن لعدم جدية الاتهامات هذه رئيس الجمهورية ما خذاش قرار الإعفاء. شفتوا توما بالنسبة للسيمار الجديد خذاه في ظرف خرج في راي دراسة قولي 24 ساعة ولا 48 ساعة. شو عملوا هما؟ قالوا مدام الفصل 15 ما نجحتش العملية نتعداو الفصل 16. الفصل 16 يحكي على الغياب ثلاثة مرات متتالية على اجتماعات مجلس الهيئة. فما استحالة مادية وقانونية بالنسبة لي أنا أني ندخل مقر الهيئة ونحضر اجتماعات، ما تمش توجيهي بالطبيعة. ممنوع الأمن من الباب يقول لك تفضل ما عندكش حتى حق باش تدخل مقر الهيئة نتيجة لتعليمات الله أعلم شكون أصدرها. فهمت؟ هنا فما نوع من التواطؤ بين الهيئة والداخلية راه بعد توفيق شرف الدين. علاش؟ يعتبروا تواطؤ بينما يقول لك انه رئيس دايوغ رئيس الهيئة في حوار ليه على معملي بالقاضي في ديوان افام الاسبوع اللي فات قال غلطة، وانه سامي بن سلامة التحق بهيئة الانتخابات، هو عنده مواقف سياسية ومن المفروض ما كانش يكون مبغى معانا. القانون ما يمنعش انه تكون عندك مواقف سياسية راهو. القانون يمنع ان تكون تابع احزاب ولا مراكز قوى ولا مراكز ضغط. إذا كان أنا وجودي في هيئة الانتخابات وكان لي شرف أني من مؤسسها عام 2011 وابليت البلال حسن، وتعرفوا الدور اللي قامت به هيئة 2011، إذا كانوا غلطة في 2011 وغلطة في 2022 فأن وجوده جريمة في حق تونس، لأنه السيد معناها تعين بمزية من الغنوشي وطوبال ومن لفه محافظ قايد سبسي، يعني ناس دا يغلق كلام هذا قالوا سي سامي بن سلامة، واليوم شكاو قالوا ماهر جديدي وقاعدين وهذا هو الواقع. يا أخي أنا عندي قالوا لي 15 قضية منهم ثلاثة على المرسوم 54 يعني مش مشكلة نزيدوا 16، هذا هو واقع، مانيش قاعد نتجني على حتى عام 2017 دخل بوعسكر والمنصري بدعم من الحزب الاول في البرلمان وقتها اللي هو مسيطر، رغم ان نداء تونس وقتها كانت تذكروا ربح الانتخابات، لكن النهضه سيطرت على نداء تونس وعن طريق العناصر بتاعها تمكنت من ادخال الناس هذوما لهيئه الانتخابات. حاجه واضحه ما فيهاش حد شيء. انت كيفاش قاضي رتبه ثانيه ينجم يوصل يدخل لهيئه الانتخابات اصلا؟
إذا احنا في هيئات فرعية والترشحات أغلبها جي قضاة رتبة ثالثة، وفما معناها شوط كبير بأنك تكون قاضي رتبة ثالثة ثانية نكرة وما يعرفك حد وتطلع لهيئة الانتخابات، لازم عندك بيستون كبير. معناها المشكلة بتاعي مش شخصية أنا، المشكلة بتاعي في الحقيقة أنها البلاد تعيش في أزمة، والأزمة تتعلق خاصة بمؤسسة الهيئة. به مؤسسة الهيئة تخرج في القوانين. الوضعية متاعك اليوم واللي تقول فيه أزمة في حد ذاته، أنت قرار إعفائك ما خرجش في الرايد الرسمي، تقول أنا ما زلت مومبر باركونت الهيئة قانونيا ما زلت عضو بالطبيعة. وكان ضيف الجمعة اللي فاتت سي الفخفاخ وتحدث يقول راهو ماشيين في سد الشغول نتاعك الفريخة سفريخة سمحت ماشي ماشي نائب رئيس الهيئة سفريخة أكد وأنهم ماشيين في سد الشغول دونك أنت بالنسبة لي ما عادش موم أخي راهو فما قوانين في الجمهورية التونسية ماهيش مسألة انتباهية معناها خاطر يكرهني ولا ما يحملنيش ولا ما يخاف يشوفني قدامه ونوليت ما عادش عضو أنا عضو بالقانون والتصريحات من نوع ذايا معناها هو بيدو الشخص كي يبدا يقول فيها هو بيدو مش مقتنع عندهم عام وهم يقولوا ها باش يسدوا الشغور وها والعضو المعفى سامي بن سلامه سيتم تعويضه وي وين يشوف ارجع التصريحات انت او تقريبا فما على الاقل 12 13 تصريح يخرج كل مره الناطق الرسمي ولا الرئيس ولا عضو يقول لك سيتم سد الشغور يعني ليش ما تسدش الشغور يا اخي انا واحد من الناس نفرح كان يتسد الشغور نتحرر من مسؤوليتي لاني انا الهدف نتاعي انه ما نخضعش للضغط وما نستقيلش وما نقبلش تجاوزات القانون نهار اللي يسدوا الشغور تتسمى انتهيت مهمتي بنجاح وقمت بدوري على اكمل وجه وضحيت لاني عام كامل بدون معناه قطعوا الاجره بتاعي جستمو هذا سؤال متر بن حليمه بجاوبي باش يقول لك قاعد تخلص ولا توقف الاجر لا من جويه 2022 معناه ما قصوا عليا كل شيء هي حتى السياره الوظيفيه بتاعي اللي من المفروض معناه لاني نتمتع عندي رتبه كاتب دوله يعني حسب الأمر اللي خرج العضو الهيئة عنده أجرة وامتيازات كاتب دولة ويتمتع بالامتيازات هذه من بينهم السيارة الوظيفية 3 شهور بعد ما يتم عزله في القانون معناها أنا نورمال مو لازم فما إشكالية قانونية فما صراع كبير نورمال مو نتمتع بجميع امتيازاتي 3 شهور بعد محضر 25 أوت 2022 المفبرك الباطل المزور اللي معناها يمثل فضيحة في جبين الدولة التونسية ولكن رغم هذاك أنا مشكلتي ماهيش ماديات كجات مشكلتي ماديات راني مشيت رجعت خدمتي وتويت صفحة وقعدت الناظل كما نظلت 10 سنين قبل من أجل هيئة مستقلة أنا مشكلتي المبدأ ما نجموش احنا اللي طلبنا به قبل 25 جويلية شنو كنا نعاركوا في أصدقائنا الخوانجية على شنو نعاركوا فيهم ونعاركوا فيهم خاطر ما عملوش محكمة دستورية خاطر يخالفوا في قوانين خاطر هيئة الانتخابات ولات مجرد صندوق تسجيل فيه اختراقات كبيرة إدارتها مخترقة للعظم نحبوا معناها نحبوا دستور اللي يبدأ فيه موش مغلق معناها بالأقفال المنافذ نتاعه ولا تنجم تحل البرلمان لا تنجم تطيح الحكومة لا تنجم تعمل حتى الوضع زي ينظلنا ضده وواجهناهم رغم المخاطر وقتها والتهديدات كان الهدف هو أنه نخلق وضعية ما أفضل وأنا واحد من الناس ما قبلت نرجع لهيئة الانتخابات مش على خاطر منصب على خاطر عندي فكرة تاع سلاح عندي مشروع إصلاحي ولاحظت واللي تحالفوا دافع أطراف في الهيئة اللي عينتهم حركة النهضة في الإدارة وزوز أعضاء اتحالفوا لضربي من أول نهار الهدف نتاعهم ما تصير حتى إصلاحات والهدف أنه الهيئة تصبح عبارة على جهاز في يد السلطة التنفيذية اللي هو ينفذ التعليمات فقط يعني أنا واحد من الناس كي نتذكر حاجات معنا بسيطة ياسر تذكروا الخطأ في إعلان نتائج الاستفتاء بعد ما سكروا عليه الباب فضيحة عالمية تذكروا القرار الترتيبي بتاع شروط ترشح الانتخابات اللي تساوي ما نشروهوش في الرايد الرسمي دي كارثة تذكروا انتوما إعادة باب فتح باب ترشح من الجديد بطريقة غير قانونية بعد إغلاقه وفما شبهة تمكين مرشحين تم إسقاطهم من إعادة ترشح
يعني تجاوزات قانونية بالجملة. أنا واحد من الناس حاولت أن نقف ضدها ولاحظته في الاجتماعات اللي كانت اللي فرضتها وقت تعمل مباشرة، وقلت الحقيقة من الأول بدون مجاملات، ودخلت في 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 عركات كبيرة وحاولوا وعملوا فيها معناها حاجات بالنسبة لي أنا، فما حاجات ما قلتهمش راهو داخل الهيئة. يعني من أول النهار كان الهدف هو إجباري على الاستقالة، لأنه كانوا يعتبروا اللي قبولي للرجوع للهيئة مرة أخرى هو فانت كارير، معناها أنا تو باش نتمتع بالكاتب دولة وزوز سيارات وظيفية وزوز شوفرة وجاردينيه إلى آخره. أور الهدف والغاية والحلم متاعنا من قبل الثورة أنه احنا تكون عنا ديمقراطية في تونس، وديمقراطية راهي ما هيش طرف. يعني إذا كانت ديمقراطية ما توكلش الخبز، شفتوا اللي الانفراد بالرئيس هذا كيف كيف ما يوكلش الخبز راهو. وذاك علاش هيئة الانتخابات عمود الانتقال الديمقراطي بالنسبة لي أنا، يلزم استردادها من الناس اللي مختطفينها اليوم، ويلزم السلطات العمومية تكون واعية أنه انتخابات في المستقبل تكون بالناس هذوما بالطريقة هذه، خصوصا أن هيئة اليوم مخالفة للدستور فصل 134 يظهر لي، يعني هيئة غير شرعية أصلا. كيفاش تحبها تعمل لك انتخابات وتكون واثق في النتائج اللي باش تعلنها؟ بينما حسب تصريحات سماير جديدي لاحظت اللي هو اعترف انه جميع اللي صار لليانا كان تجاوز للقانون وتجاوز للاخلاق وفيه ظلم كبير ويظل عندك زينة. نعم الكلام هذا قالوا في حوار معي وشفتوا كيفاش قال اللي رئيس الهيئة يدعي انه يتكلم باسم رئيس جمهورية ويخوف الاعضاء بالكلام هذا. اما رئيس الجمهوريه دعم اليوم لسي فاروق بوعسكر ولهيئته سي سامي، هذا حد من نجم ينفيه؟ رئيس الجمهوريه باش يتحمل مسؤوليته نهار النهايه تاع العهده نتاعو في جميع القرارات اللي خذاها وما خذاهاش. انا مشكلتي ماهيش مع رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه جابوله معناها مطلب الاعفاء. هل خذلك رئيس الجمهوريه؟ انت كنت تستنى في مطلب الاعفاء وكنت تستنى وانه رئيس الجمهوريه باش يرفض اعفائك؟ خاطر بالطبيعه لاني انا واثق من روحي، نعرف اللي انت تذكرها في 55 تهم منهم يدافعوا على شقيقته المتهمه بارتكاب ما عرفش جرائم ولا حاجه، معناها شقيقتي اللي اضطهدها ائتلاف الكرامه وتجمعوا عليها اي باش يشوهوها. معناها شوف انت الانسانيه والاخلاق عند اعضاء الهيئه كيفاش حطوا كيما، وانا دافع على اختي كنت بسهوله اكثر من قبل ما ندخل الهيئه، وكنت مسموعه اعلاميا وتعديت عند الناس الكل وكانوا يطلبوني باش نتكلم وانا ما نحبش نتكلم برشا. دونك يجيو يقولوا راهو السيد هذا يستغل في منصبه ولا في خطه في الهيئه باش يدافع على اخته، قمه القذاره سامحني في الكلمه. دونك راي المسألة كما قلت لك بالنسبة لي أنا سألوني حتى صباح برشا من الأصدقاء الإعلاميين قالوا لي المسألة ذي راي تتحل بالقضاء، وكان جيت عملت قضايا راهو ما مسألة بالنسبة لي أنا ماهيش نجي نتبع في شهرية نحاولي، ولا مسألة راي سياسية وأخلاقية وماهيش قانونية. هكا بحثنا متر بن حليمة يجاوبنا من الناحية القانونية في سبيل بلاد تكون متطورة بلاد تخرج من عنق الزجاجة. سي سامي بن سلامة شكرا جزيلا على كل التفاصيل هذه، فاتكم التصريح كاملا لسي سامي بن سلامة تلقاها على صفحتنا شمس فام. متر بن حليمة كنت تسمع في